السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرض المرحلة الثالثة، الفرض الأول في الدورة الثانية، مادة التربية الإسلامية للمستوى الخامس. أذكركم كالعادة أنكم ستجدون صورة هذا الفرض بصيغة PDF في صندوق الوصف. إذا نبدأ على بركة الله، نبدأ بقراءة الوضعية. رافقك صديقك عصام للصلاة في المسجد يوم الجمعة، فوجدتم الإمام يلقي خطبة حول قصة يونس عليه السلام، فشرع عصام في صلاة تحية المسجد، وبعدها صليتم ركعتين قرأ الإمام فيهما جزءا من سورة الحاقة وجزءا من سورة المعارج، وبعد خروجكم نبهت عصام إلى الخطأ الذي قام به. إذا ألف استدر الجزء الذي تلاه الإمام في كل من صورتي المعارج والحاقة على أستاذك. إذا هذا داخل القسم استظهار جزء من سورة المعارج والحاقة. إذا باء أتمم كتابة آيات سورة المدثر من بدايتها إلى غاية غير يسير. إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير، على الكافرين غير يسير. دم يا أيها مدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير، على الكافرين غير يسير. إذن أعيد القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير، على الكافرين غير يسير. إذا لون بنفس اللون العبارة ومعناها. إذا الحاقة، إذا الحاقة هو يوم القيامة، الحاقة هو يوم القيامة. المعارج مصاعد الملائكة، المعارج مصاعد الملائكة.
المدثر يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم. المدثر يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الحاقة يوم القيامة، المعارج مصاعد الملائكة، المدثر يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن صل بخط بين العبارة والقاعدة التجويدية التي تنطبق عليها. إذن لكم جنات، إذن لكم جنات، لكم جنات. إذن إظهار الميم الساكنة، إظهار الميم الساكنة. إذن سبعون، سبعون القلقلة، القلقلة تجمع في كلمة قطب جد. إذن كلا إن، إذن المد المشبع، كلا إن المد المشبع. السؤال الثاني، ضع علامة في أمام الأعمال الصالحة التي يجزى فاعلها بالجنة. إذن طاعة الوالدين، نعم يجزى فاعلها بالجنة. تأجيل الصلوات خطأ. الإحسان للفقراء، نعم صحيح. أتمم الفقرة التالية بما يناسب. أؤمن، أؤمن الرحيم الذي، إذن أؤمن بربي، بربي الرحيم الذي النار ذات اللهب الشديد التي أعد، الذي يجنبني، بربي الرحيم الذي يجنبني نار ذات اللهب الشديد التي أعدها، التي أعد للكافرين الذين عصوا ربهم ولم يتوبوا إليه. إذن أؤمن برب الرحيم الذي يجنبني نار ذات اللهب الشديد التي أعدها للكافرين الذين عصوا ربهم ولم يتوبوا إليه. السؤال الثالث، ما اسم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت كفالته؟ إذن اسم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت كفالته هو علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. من كان يقصد الله تعالى بالمدثر في سورة المدثر؟ إذن كان يقصد الله تعالى بالمدثر في سورة المدثر محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن بماذا طلب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر؟ إذن بماذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، بماذا طلب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر؟ إذن طلب منه أن يبلغ الرسالة ويدعو إلى الله وأن يكبره ويطهر قلبه ونفسه ويصبر على استهزاء وأذى المشركين. إذن طلب منه أن يبلغ رسالة ويدعو إلى الله وأن يكبره، وأن يكبره ويطهر قلبه ونفسه ويصبر على أذى الكفار، على أذى واستهزاء، واستهزاء، واستهزاء المشركين. إذن طلب منه أن يبلغ الرسالة ويدعو إلى الله وأن يكبره ويطهر قلبه ونفسه ويصبر على أذى المشركين واستهزاء أذى واستهزاء المشركين. إذن ما الخطأ الذي قام به عصام داخل المسجد؟ إذن دخلتم إلى المسجد يوم الجمعة فوجدتم الإمام يلقي خطبة حول قصة يونس عليه السلام، فشرع عصام في صلاة تحية المسجد. إذن الخطأ الذي قام به عصام
وأنه أدى تحية المسجد والإمام يخطب. أدى تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، يخطب يوم الجمعة. إذا ضعت سطرا تحت شروط صلاة تحية المسجد، إذا قبل صلاة العصر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح، أثناء خطبة الجمعة، عند طلوع الشمس. إذا تؤدى تحية المسجد قبل صلاة العصر، قبل صلاة العصر. انطلاقا لما سمعته في خطبة الإمام حول قصة يونس عليه السلام، ما هو الدعاء الذي ردده يونس عليه السلام في بطن الحوت؟ إذا الدعاء الذي ردده يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ضع علامة أمام السلوكات المقبولة: لا أعتذر إن أخطأت، أعترف بخطئي إن أخطأت، الاعتذار سلوك ذميم. إذا السلوكات المقبولة: أعترف بخطئي إن أخطأت، أعترف بخطئي إن أخطأت، لا أعتذر إن أخطأت، بالعكس أعتذر إذا أخطأت، الاعتذار سلوك ذميم، بالعكس الاعتذار سلوك حميد. إذن العبارة الصحيحة من هذه السلوكات: أعترف بخطئي إن أخطأت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.